السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. معانا توقعات برج الجوزاء الايام اللي جايه كلها. صلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتر في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. اخر الفيديو هنشوف رساله ربنا ليك ان شاء الله يا برج الجوزاء. هتقول ورايا امين. اللهم فرحه كفرحه يعقوب بيوسف، وبشرى كبشرى زكريا بيحيى، ويا بشاير الخير كوني كقميص يوسف يلقي علينا. قولوا امين بنيه تحقيق الاماني بتاعتكم وبنيه قضاء حاجتكم، وان شاء الله باذن الله ربنا يقضي حاجتكم بنيتكم بفضل ربنا. يلا بقى برج الجوزاء، احضروا معايا كده، احضروا معايا عشان الفيديو ان شاء الله باذن الله تاخدوا منه الطاقه بتاعتكم وتشوفوا ايه توقعاتكم وايه تبشراتكم الايام اللي جايه بفضل ربنا. بسم الله ما شاء الله. اليومين دول الطاقة عندك عالية، يعني انت اليومين دول في طاقة عالية، بس في حب، عندك حب جديد او انت متعلق بالشريك جدا الله اعلم، بس في عندك تغيرات حلوة، في كمان وقت حلو مع الشريك، تبادل مشاعر، طاقات هتطلعك من اللي انت فيه. حاسس بالوحدة، انت حاليا حاسس بالوحدة، حاسس ان انت لوحدك رغم ان الشريك معاك، بس قولي يا اما انت متعدد العلاقات يا اما عندك حد متعدد العلاقات، حد كده خياله بيرسع، خياله واسع. الايام اللي جاية عندك تقضية وقت مع اشخاص في حياتك، وفي نفس الوقت هتنسحب من عراقيل ومن ضغط، يعني انت هتنسحب من عراقيل في حياتك وهتنسحب من ضغط نفسي مع بعض الاشخاص. في كمان هنا اعتراف للحب، الشريك هيجي ويعترف لك او انت هتعترف لحد، فانت عندك اعتراف من ناحية الحب، من ناحية العاطفة، من ناحية المشاعر. عندك هنا نغزة في قلبك، والنغزة دي سببها صدمة، النغزة دي سببها صدمة، فما تقلقش عشان انت عندك تحسنات الايام اللي جاية، بس عندك هنا تقضية وقت في علاقة انت مش مقدر نفسك فيها، او انت اللي مرخص نفسك فيها الله اعلم، بس انت عندك هنا علاقة تعباك ازياك وخنقاك، حالتك النفسية بدأت تتحسن بعد الصدمات. اجمل ما فيك ان انت روحانياتك عالية، بس دايما عندك في العاطفة مشاكل، والمشكلة ان انت عاطفي بتدور على الحب دايما، بتدور ان الشريك يكون يستاهل حبك، يستاهل حنانك، وعشان كده ما بتلاقيش التقدير من ناس كتيرة جدا موجودة في حياتك. في حد هنا لسانه حلو، لسانه حلو بس نيته خبيثة، لسانه حلو يعني بيقولك كلام حلو كتير بس نيته اتجاهك مش كويسة، ممكن يكون عايز يستغلك في حاجات، عايز يعرفك عشان مصالح الله أعلم. انت دايما كنت شمعة منورة، يعني انت شمعة بتنور اي طريق ضلمة، شمعة بتنور نور كل الاخرين اللي موجودين في حياتك، بس في حد مش مقدر قيمتك، مش مقدر اللي انت فيه، مش مقدر اي حاجة في حياتك، فما تقلقش عشان انت عندك حسن حظ. في كمان هنا سرقة او فلوس او مال ضاع منك، حد اكل حقك الله اعلم. دايما حاسين بالحزن، حاسين بالضغط النفسي، كل الشركة، يعني انت ممكن تكون دخلت في كذا علاقة حب، علاقة ارتباط، خطوبة، فشكلت اكتر من مرة الله اعلم، يعني انت حصل عندك اكتر من ارتباط ودايما كنت فاشل، وانتوا اللي بتطلعوا خسرانين، بتطلعوا انتوا اللي زعلانين من الموضوع. فانت الايام اللي جاية هيكون لازم تاخد قرار. في حد عندك دمه خفيف جدا، حد بيحب يضحكك قوي، الحد ده كويس، ودايما الشخص اللي بيتكلم كتير بيكون طيب. الايام اللي جايه هيكون في وضوح في مواضيع، في امور حلوه هتفرحك، في كمان توقعات عكس الطريقه اللي في بالك، فما تقلقش، بس خلي بالك الحاله النفسيه لما هتتحسن عندك مش عايزاك تاخد اي قرار، يعني بلاش تاخد اي قرار انت. طيب عندك ضحكة وغنى ورقص، لاما مناسبة عندك، لاما حد هيتصل بيك ويقولك انا عزمتك على خطوبة، عزمتك على فرح الله اعلم، بس انت عندك عزومة
وعندك امور، بتسأل نفسك يا هل ترى الشريك بيحبني؟ فالشريك جايب لك رسالة، والرسالة دي انت اللي هتكررها بنفسك امورها. ممكن اقول لك والله اعلم الشريك ممكن يكون في حياته طرف ثالث، يعني انت عندك اوراق هتتكشف، بس خلي بالك يعني شريك او عندك حد، مش لازم يكون شريك حياتك انت، ممكن يكون عندك حد في طرف ثالث، عندك في علاقة تانية الله اعلم، بس في كلام وقال وكلمة. تعبت من نميمة، تعبت من مرات اخ، تعبت من اخت، تعبت من واحدة من الجيران، من صديقة الله اعلم، شفت الخيانة بعينك او اكتشفت قد ايه هم مش كويسين، اكتشفت قد ايه انت كان عندك عراقيل واتصدمت في ناس كتير. عندك طاقة قوية، والطاقة دي ما تخليهاش تنسحب منك، علشان انت هيكون عندك ضحكة حلوة الايام اللي جاية، وهتحدد مصير العلاقة التالتة اللي انت فيها او الحد اللي في حياتك فيها. في كمان تحديد علاقات، تحديد امور، من الشخص اللي هو بيحبك جدا بس واقع في ضيقة او واقع في خنقة، يعني شخص هو بيحبك بس واقع في مشكلة وانت دايما بتحاول تتكلم معاه. في يعني حد ناوي ايه، او في حد عندك بيعمل الغلط ويرميه عليك، او بيقولك دايما انت مقصر في معايا الله اعلم، في تقصيرات، نفسك في حاجات كتيرة جدا تحققها، نفسك تشتري عربية، نفسك تشتري بيت غير البيت اللي انت فيه، نفسك تطمن قلبك، ونفسك تخرج من البيت اللي انت فيه حاليا، علشان خاطر انت اديت اكبر من حجم الامور اللي انت فيها. بس اقول لك دايما ان انت بالك مشغول باطفال، لاما اطفال بعاد عنك، لاما اطفال انت منتظرهم، انتظر خبر حم الله اعلم، بس في اطفال، في كلام على اطفال عندك، ولسه كنت بتتكلم من كام يوم على اطفال او على حد، وفي حد بتحبه ونفسك يرجع لك، صح الكلام ده؟ انت عايش بحالة نفسية صعبة، والشخص المريض ده 100% بإذن الله ربك هيشفيه وهيطلعه من الخنقة والضيقة اللي هو بيمر بيها حاليا. حضر نفسك، حضر أمورك، حضر أمور انت في حياتك. كان في حد عندك، ويأسفني ان اقولك كده، كان دايما بيوعدك، او انت كنت دايما بتوعد، او كان في حد في حياتك كان بيوعدك، الحد ده كذاب، الحد ده كذاب، كان بيكذب وكان مخادع وكان بيلعب على كل الاطراف، بس انت حبيته، حبيته حبيته من كل قلبك، او هو حبك الله اعلم، هو اذا كان حبك او انت حبيته، كان في حب يعني من طرف واحد. انت اليومين دول مش شايف اي حد غير نفسك، ليه؟ علشان اتخزلت زي ما قلت لك واتطعنت قلبك. وفي ست بومة، الست دي بومة دي انا دايما اقولها لك، اني اعدالك ومترصدة ان هي تتكلم معاك وتبدل لك كل الاوراق اللي في حياتك، تكتشف يعني هي عايزة، هي فاكرة ان انت مش كويس، فعايزة تبينك على حقيقتك، ما تعرفش ان انت معدنك اصلا، يعني ملكش في المشاكل، ملكش في الامور اللي مضايقاك. يؤسفني ان اقولك ان انت يتيم ام واب، يتيم حب، يتيم حنان، او ممكن يكون الاهل عايشين عندك بس حاسس ان انت لوحدك، يعني انت حاسس ان انت يتيم في كل الامور. كان في واحدة ست كانت بتلعب عليك وكانت بتلعب عليكم وخانتكم، رغم ان انتوا كنتوا دايما بتقدموا لها كل الخير، او كنتوا دايما كويسين معها. في هنا انتقام، انت ما بتحبش تنتقم من حد، بس انت عندك انتقام، عايز تنتقم من حد، او نفسك يعني تطبطب على قلبك، فما تقلقش عشان ربك هيحفظك. والقضية اللي بقالها مدة في المحكمة دي، القضية اللي كل شوية تسعى وعمالة تتأجل، مش حاسس انه فيها اي نتيجة، ان شاء الله بإذن الله ربنا هو اللي هيبشرك بالخير. شخص، في شخص كبرته وجيت على نفسك علشانه، وهو اللي خذلك، عشان كده من ورا الخزلان نغزة في القلب، رغم ان روحانياتك عالية جدا جدا. وزي ما قلت لك في حد خرب بيتك وخلاك انفصلت عنه، وخلاك دخلت في حرب. الخزلان اللي انت فيه والصدمات اللي ورا بعضها دي مش مرحلة سهلة، ان شاء الله بإذن الله ربنا هيقدرك وهيتمم لك الفرحة اللي انت فيها، هيتمم لك التغيرات اللي انت ناوي علشان تحققها، في تحقيق حلم. بس خلي بالك انت عندك هنا قعدة حلوة، او اشتياق، او امور هتقعد قعدة كده فيها روقان، هتقعد قعدة فيها امور، في تجسس او مراقبة،
عندك تجسس عندك او مراقبه مع حد بيراقبك باذن الله الايام اللي جايه. في كمان تصرفات حد في حياتك مش عاجباك خالص، يعني في حد عندك عم بيتصرف تصرفات انت التصرفات دي مش عاجباك، بس ساكت ساكت ليه؟ علشان ممكن ما يكونش ليك حكم عليه، او ان هو ما بيستقبلش الكلام اللي انت بتقوله. عندك احاديث حلوه، بس حاول ان انت ما تكررهاش تاني، يعني ما تكررش الاحاديث كتير، يعني اعمل حاجه في نفس الوقت تكون مختلفه. اول حاجه يعني انا عايزه اطمن برج الجوزاء، عشان هم بالهم مشغول جدا بحاجات كتير، يعني بيسالوا اسئله كتير جدا، وفي 100 سؤال بيدور في بالهم، وده اللي ظاهر دلوقتي قدامهم، عشان خاطر عندهم بعض التفكير الرهيب اللي شاغل بالهم. فان شاء الله باذن الله توقعاتك تكون جميله زي ما حياتك جميله. بسم الله. اول حاجه انت عندك هنا تحسنات، عندك تحسن كبير جدا في عواطفك في حياتك العاطفيه. هتحط نقط على حروف بينك وما بين اشخاص، عندك نقله جديده في الحب، وعندك افكار واحلام هتوصلك لبر الامان في حياتك. انت اليومين دول عندك افكار وذبذبه، عندك افكار وذبذبه، وفي خروج ناس كانت دايما بتتكلم عليك وبتاذيك، وفي علاقه نرجسيه، يعني علاقه سامه هتكتشفها. في هنا حد اناني، حد غامض مش حابب لك الخير. في كشف اوراق عندك الفتره اللي جايه، وفي كمان هنا حد بيتعرض لك وبيأذيك وفي نفس الوقت بيراقبك. الايام اللي جايه هيكون عندك تسديد ديون، وتسديد الديون دي هتجيلك من ورا شغلانه انت هتعملها، والشغلانه دي هتكون خير ليك. في كمان هنا راحت البال دي من ورا الست اللي بتدعي لك وواقفه معاك دايما في كل مشاكلك، هتلاقيها دايما بتدعي لك ودايما متالقه. بسم الله ما شاء الله. لا، تغيرات، في تغيرات عندك في حياتك الايام اللي جايه، وخلي بالك ان انت هتحصد خير، في حصد خير هنا هيكون في ايامك اليومين اللي جايين. وعايزه ابشرك كمان بخبر حلو، خبر حمل، خبر زواج، خبر ارتباط، وفي كمان عندك علاقه ابديه. الايام اللي جايه هيكون حظا تاما. انا مبسوطه جدا لتوقعاتك، علشان خاطر عندك تغيرات حلوه جدا في كل الاحوال عندك، ومش كده وبس، ده هيكون عندك راحه بال من بعد التعب العظيم اللي انت بذلته الفتره اللي فاتت، والخبر الحلو ده هيجي لك كمان ايام. بس عايزه اقول لك على حاجه، عايزه احذرك من ان انت تكون مهمل في صحتك، تكون مهمل في صحتك الايام دي، فعايزك تخلي بالك من نفسك كويس جدا. في ناس بتتفق علشان توقعك في اذى، وانت من طيبه قلبك مديهم الامان. في هنا اذى من اشخاص مقربين لحياتك، عاملين ان هم بيحبوك بس هم تعبين، فياريت تحتفظ باسرارك لنفسك وما تتكلمش عن اي حاجه تخص حياتك، علشان انت الايام دي مش محتاج اي ضغط نفسي من اي اشخاص ممكن يدخلوا حياتك يعملوا لك اي توتر او اي عراقيل. بسم الله. طيب هنا هيكون عندك تراجع في ايامك، خلال الايام اللي جاية هيكون عندك امور حلوة هتتظبط مع اشخاص مختلفين واشخاص جدد، يعني انت هتبدا حياه جديده وهتبدا مستقبل جديد، هتبدا تاخد قرار مختلف عن الايام اللي فاتت، في حاجات جديده هتبدا تعملها الايام اللي جايه وهتكون خير ليك، يعني الحاجات دي هتكون خير ليك. عندك نور من بعد الظلمه، نور من بعد ظلمه، بس انت اليومين دول بتعاني من ضيق وخنقه من غير اي سبب، وده اللي تعبك جدا،
ده اللي تعبك، فانت بتعاني من خنقة وضيقة من غير سبب، فما تقلقش عشان عندك حد هيجبر بخاطرك. ولو انت بتعاني من وجع في ظهرك فياريت يعني ما تتكلمش كتير، علشان الوجع ده من ورا الحسد الشديد اللي في حياتك، من ورا الحسد الشديد. عندك رسالة، الرسالة دي هيكون وراها استقرار، والاستقرار ده هيخليك كده تاخد قرار مختلف في حياتك. فياريت تركز لي على ايامك اللي جاية وتشوف ايه اللي ناقصك وتشتغل عليه، عشان انت في حاجات كتيرة جدا عايز تعملها، بس دايما في ناس واقفة بينك وما بين تحقيق الهدف وتحقيق الحلم، وعشان كده بتعاني، بتعاني جدا. طيب، احب ابشرك برجوع حد من الماضي، اقول لك حد هيرجع لك من الماضي، والحد ده هيكون عامل حبيب وصديق، فعايزك تخلي بالك منه، خلي بالك جدا. وشك اصفر اليومين دول وفاقد مشاعرك وعواطفك بسبب الكلام، الكلام اللي تعبك، في كلام تعبك جدا الايام دي، فياريت تخلي لي بالك من نفسك عشان خاطر انت خايف. عايز اقول لك القلق والحيرة اللي انا شايفاه في حياتك دلوقتي فترة وهتعدي، وهتخرج نفسك من المود اللي انت فيه، والحد اللي بينك وما بينه مشاكل على السوشيال ميديا، الامور كلها تتصلح، وهيبقى المواجهة من عندك انت. اكتشف ذاتك وقدراتك، واكتشف انت عايز ايه، واخطي خطوة للامام. نجاح في دراسة، نجاح في دراسة، ونجاح في مستقبل عظيم. انت هنا بتتعامل مع اشخاص غامضين وشكاكين، وفي طرف ثالث بيراقب كل العلاقات اللي انت فيها، وخلي بالك في حد ماسك عليك حاجة، فياريت تخلي لي بالك من نفسك كويس جدا. عندك هنا تفكير في نهاء علاقة او نهاء موضوع، وعندك استقرار مادي الايام اللي جاية، بس ابعد عن طاقة التفكير الرهيبة. في حد هيعبر لك عن مشاعره بس بطريقة غير مباشرة. انت وضع الفترة دي دوامة ودايرة، الفترة دي وضعك متلخبط، يومك مش ماشي زي ما انت بتخطط له، بتركز عشان عندك انفراجات هتنزل لك، والحاجة اللي انت بتتمناها وخايف عليها والآن، ما تخافش ربك هيعوضك. اكتشفت ناس كذابة، اكتشفت ناس كذابة، في ناس هنا موجودة في حياتك علشان مصلحتها. انت بتكره الروتين وعشان كده حاسس بملل، هتطلع من كل الحالات اللي انت فيها، وهتطلع من الطاقات السلبية اللي انت بتمر بيها، بس انت هنا ما بتنامش الليل ليه؟ ليه القلق والخوف ودمعتك قريبة على خدك ليه؟ طيب، تغيرات، تغيرات، واحب ابشرك عندك هنا راحة قلبك ومكالمة تليفون هتفرحك. في هنا حاجة انت بتعاني منها، في موضوع واقف قدامك وبتحاول دايما تشتغل عليه بس امورك متلخبطة، في حاجات سلبية جدا بتفكر فيها اليومين دول، وفي قرار يخص الاهل بتحاول تاخده، مصاريفك كتير ومديون وعليك ديون، والديون دي خلتك تهز ثقتك بنفسك، بس بتحاول تصبر نفسك برضو. عندك عرض جديد، في هنا كمان دعم ليك وحد هيقف جنبك، وفي تسوية أمور، بس ما تديش حد مساحة زيادة عن اللزوم ما يكونش يستاهلها. في هنا بسم الله ما شاء الله سقوط أقنعة كانت في حياتك مزيفة، مشكلتك ان انت ربك يعني بيدبر لك احسن التدبيرات، بس انت المتسرع، انت المتسرع في اغلب امورك، وعشان كده بتضغط على نفسك. فانصحك ان انت تحذر نفسك من اشخاص محطين وبياكلوا معاك عيش وملح، هتاخد حقك بايدك من ناس اذتك في مشاعرك وفي عواطفك، قلبك موجوع ودمعتك قريبة زي ما قلتلك، محتاج تعتذر لنفسك وتطبطب على نفسك من كل الظلم اللي وقع عليك.
الفترة اللي جاية هتكون ثقتك بنفسك، وهتتفتح لك أبواب مقفولة، ومن ورا الأبواب دي هيوضح لك ناس هتحس قد ايه الناس دي هتقف معاك وقد ايه الناس دي بتعزك. انت محتاج تاخد خطوات في حياتك، بس عندك طاقة ندم، وفي نفس الوقت هيكون عندك طاقة فرج. انت في حد هنا متعلق بيه، والحد ده متعلق بيه جدا، بعد عنك او غدر بيك او سابك الله اعلم. في هنا تنازلات دايما بتتنازل، هتفضل لحد امتى تتنازل؟ مفيش حد بيتمر فيه اللي انت بتعمله. ربنا كاتب لك الخير قريب جدا، في تعرف على شخص بشرته خمرة، الشخص ده هيقف معاك وهيساعدك وهيحسن من حياتك، وخد الخطوة اللي انت عمال تسعى عليها وعمال تتقدم عليها، بس خلي بالك من مواجهات ودايرة، دايرة انت مقفولة عليك. في هنا حد بيتكلم كتير، حد بيتكلم كتير، بيتكلم عن كل أوضاعك وكل الحاجات اللي في حياتك، ومسبب لك عواقب موجودة عندك، وعندك حسد شديد، عندك حسد شديد، فياريت تخليلي بالك. أهدافك كلها هتتحقق بفضل ربنا، بس العين عليك، العين عليك وصيباك بالحسد الشديد اللي واخد جزء كبير جدا في حياتك. انت دايما متألق ودايما عارف عايز ايه وايه اللي ممكن تعمله، بس الحسد ده اللي تعبك نفسيا. بسم الله ما شاء الله. لا انا كده احب اقول لك بقى، ابشر، انفراجات هتجيلك من ورا خروجة، في اوقات حلوة هنا هتقضيها مع اشخاص انت بتحبها، بس بلاش طيبة قلب زيادة عن اللزوم، بلاش طيبة قلبك هي اللي تسيطر على حكمك على الآخرين. ياريت تكون حويت شوية عن المعاملة اللي انت بتعاملها لناس، رجوع حبك القديم أو رجوع حاجات قديمة لحياتك، هتحاول تشق طريقك بنفسك وهتبعد عن كل الأمور السلبية. انت عندك علاقة مع برج ناري، عندك علاقة مع الأبراج النارية، فياريت تخلي بالك من أي حد ممكن يتدخل، علشان أنت دايما متعرض للحسد، دايما أقول لك عليك حسد شديد، والحسد ده مسبب لك وجع في جسمك، في كل جسمك. عندك الحاسة السادسة ورؤية الأشياء قبل حدوثها 100% لحياتك. عندك تعويض من عند ربنا، ربك هو الوحيد اللي حاسس بالظلم اللي انت فيه والغدر، فارمي همومك على ربنا، وطول ما انت رامي همومك على ربنا تأكد تماما ان ربنا قادر يزرع جواك الفرحة والسعادة والهنا، وقادر يخرجك من المحنة والضيقة اللي انت بتمر بيها حاليا، فما تقلقش ابدا، اللي عند ربنا ما بيروحش ابدا. طيب في حد هنا، الحد ده دايما بتلاقيه كده واقف ضدك، واقف ضدك، ودايما بيوزع عليك طاقات سلبية، ودايما بتلاقيه بيتمادى معاك، فياريت تخلي بالك منه. المشكلة ان هم مش هيجوا يقولوا لك احنا غيرانين منك او احنا بنحقد عليك او غيرانين، لا، هم هتلاقيهم بيقولوا لك احنا حابين لك الخير واعمل كذا عشان تكون كذا، بس هم عيونهم رشقة في حياتك، يعني بيدل انهم هم بيعرفوا يتكلموا، بيعرفوا ازاي يجيبوك صح، بيعرفوا ازاي يستغلوك. انت مستني فلوس جايالك، الفلوس اللي انت مستناها دي هتجيلك بمشيئة الله سبحانه الله وتعالى. مستني كده حد يطبطب عليك، انت اتظلمت من ناس كتيرة جدا، فمستني تعويض من ربنا، فربنا بإذن الله هيعوضك، والحاجة اللي انت مستنيها هي اللي هتحصل عليها الايام اللي جاية، فما تقلقش من اي حاجة. طيب احب ابشرك واقولك ان انت بدأت تهتم بنفسك، بدأت ترمي ورا ظهرك كل حاجة، بس دايما اقولك ان انت نجمة خفيف، وعشان كده دايما اي حاجة بتسيطر عليك، طاقة سلبية، حسد شديد، مشاكل يعني، وخصوصا الفترة دي. طيب
زي ما قلت لك، خصوصا الفترة دي، الفترة دي انت مش بتاخد راحة ابدا. حالتك النفسية رغم ان هي بتتحسن، بس داخل يعني دخلت في اكتئاب وخذلان، وده اللي ظاهر لك قوي. في ناس بتجيب سيرتك، وبيجيبوا سيرتك عشان هم حاقدين عليك وغيرانين منك، فيا ريت تخلي بالك. وعشان كده انت هيكون عندك تقل يعني تألق للايام اللي جاية، فما تقلقش ابدا من اي حاجة. انت هتخرج من الكسل والخمول اللي انت فيه، وهتتفتح الابواب قدامك، الابواب اللي مقفولة دي هتتفتح قدامك. ليه؟ عشان انت نيتك صافية، ودايما بتتعامل مع اشخاص ازينك، فمش عايزاك تقلق خالص، ولا عايزاك تكون مخنوق ومتضايق، عشان انا مش عايزة لك الزعل والحيرة. عايزاك تكون واثق من كل خطواتك، مش عايزاك ابدا تديهم الفرصة انهم هم بس يفكروا يتكلموا عليك او يأذوك. خليك ملك في نفسك، وخليك واثق في خطواتك، واعرف ايه اللي ناقصك واشتغل عليه. طيب الايام دي بيظهر قدامك تعب في جسمك وانت مش عارف تفسره، والاتصال اللي انت منتظره هيجيلك الاسبوع اللي جاي، وهتقبل بفرصة جديدة مع وضع جديد. انت رومانسي ومحتاج اي حاجة كويسة، يعني انت دايما بتدور على الاحتواء وعلى الحب، بس بتختار اشخاص غلط في حياتك. ايوة بتختار اشخاص غلط، ومن ورا الاشخاص اللي غلط دول انت اللي بتتعب، تتعب نفسيا. تغيير جديد في مسكن او في وظيفة، وفي كمان شراء حاجات كتيرة حلوة. وارجع واقول تاني، نجاح في دراسة، نجاح في دراسة، نجاح في مستقبل ان شاء الله الايام اللي جاية. روتينك بين الشريك حس ان في انت حاسس بحاجات غريبة. مشكلتك ان انت دايما احساسك بيكون صادق، وعلشان كده بتمشي ورا احساسك. عندك طاقة، طاقة فرج، علشان انت زهقت من الملل، وزهقت من شيل المسؤولية لوحدك، ومحدش جنبك ولا حد معاك، ولا حد بيقولك احنا في كتفك هنشيل معاك. لا، هما بالعكس في حد شايل، فخلاص رمين كل حاجة عليك، وانت تعب. امر طبيعي ان انت تتعب علشان ملاقيش حد جنبك. فمن بعد التعب والخنقة والضيق اللي انت بتمر بيه، انفراجات، والانفراجات دي انت هتحصد فيها خير. ودايما اقول لك ان انت متهيئ لك ان انت جسمك وجعك، بالفعل انت جسمك وجعك، انت مش متهيئ لك، انت نفسيتك تعبانة، تعبت من غدر ومن خيانات وخزلان، خزلان جالك من اقرب الناس اللي كانوا بياكلوا معاك عيش وملح. بسم الله ما شاء الله. طيب الثقة اللي انت فقدتها في ناس وخاب ظنك، في هنا حد هيرجع لك، خلي بالك، وهيقول لك سامحني، وهتحاول هيحاول ان هو يقول لك برأ لي اللي انا عملته، هيحاول يعني يحاول ان هو يثبت لك حاجة مختلفة. فطبعا انت عشان عارفه وحافظه، فهتبقى عارف ايه اللي هو عايزه منك، فهتسكت ومش هتتكلم، هتسكت ومش هتتكلم. في مواجهة، هتكون قاعد ساكت، وهتكون تلقائي، وهتتعامل بنية صافية، وهتتعامل عادي، بس انت كاشف ورقهم وعارفهم، وعارفهم كويس جدا، وهتفضل ساكت وعامل نفسك انت ما تعرفش حاجة لحد ما يجيبوا اخرهم. ده اجمل ما فيك في حياتك، ان انت بتكون عارف كل واحد عايز ايه وساكت، بتقول انا عايز اشوف اخرهم ايه. هم هيفضلوا كده فاكرين ان انا مش واخد بالي، فانت عندك تحسين وخروج من المحنة اللي انت فيها، بس خد حذرك علشان العين عليك وبترقبك بشدة، العين عليك وبترقبك بشدة. ارجع واقول لك، فلوس تاني، فلوس جيالك، خير. الايام اللي فاتت كنت حاسسها ان هي تقيلة على قلبك، بس في نفس الوقت زي ما قلت لك كشفت لك وشوش خاينة. هيرحل عنك الهم والغم، وهتلاقي قدر ربنا بالخير، وعشان كده هيكون عندك نجاح في المشروع اللي شاغل بالك، وتقدم في تحولات جذرية.
بس بلاش التراكمات اللي انت عمال تأجل فيها، بلاش. في حاجات هنا بتداريها رغم ان هي تعباك. طيب انت مصدوم هنا من خيانة شخص قريب منك، يعني انت كنت بتحبه قوي ومصدوم منه، يعني اتصدمت. في تعويض هنا، مش عايزاك تاخد قرار فيه استعجال، عايزاك تفكر كويس جدا في كل قراراتك. طريق مفتوح قدامك في مجال عملك وهيسندك، والفترة دي انت هتحس ببعض الراحة وبعض التقدم. انت مش واخد كفايتك في النوم ولا في حالتك النفسية، دايما كلام. فعشان عندك تحسين امور، عايزاك تستعيد الثقة بنفسك وتعيد حساباتك، وما ترجعش اي حد خرج من حياتك، علشان انت مش محتاج صدمة تاني. انت الصدمة اللي انت فيها تعباك نفسيا، صراحتك بتوديك دايما في مشاكل. انت الفترة دي متكسر على 100 حتة، بس محتاج طبطبة ومحتاج حب. وعلشان تلاقي الحاجات دي متقدمش كتير، وازن امورك علشان خاطر تحصل على اللي انت عايزه وتحصل على الاخبار الحلوة. تحسنات في جميع الاوقات وجميع الاوضاع، ما تقلقش. انت هنا متألق ومنتظر وواثق، وبالفعل ثقتك في الله مش هيخيبها لك ابدا، عشان عندك طبطبة. طيب بسم الله ما شاء الله. الايام اللي جاية هتتبدل الاضواء عندك، هتتبدل كل حاجة في حياتك، وهتحصد حاجات انت زرعتها. شوف انت زرعت ايه، هتحصد حاجات زرعتها في حياتك الايام اللي جاية، علشان انت محتاج دعوة من القلب. والست اللي بتدعي لك دي هتلاقيها دايما بتطبطب عليك. انت فقدت حاجات غالية على قلبك، ومن بعد ما فقدتها نفسيتك تعبت، عشان حسيت ان الحاجات دي كانت تعويض من عند ربنا. لا بسم الله ما شاء الله. عايز اقولك ان انت هنا هتكون بالك مرتاح، راحة تامة لحياتك. انت الفترة دي نفسيتك بس تعبانة، لو انت وزنت امورك كل الامور اللي انت فيها تتحسن، وهتدخل في طاقة فرق وطاقة ايجابية وراحة. بس ابعد عن المشاكل السلبية اللي مسيطرة عليك، عندك هنا حسن حظ وطبطبة من عند ربنا، طبطبة من عند ربنا على حياتك. وفي نفس الوقت هيكون عندك دعم، والدعم ده هتلاقيه جاي لك برضو من عند ربنا. انت هنا عندك امور، وعندك الايام اللي جاية ان شاء الله باذن الله حد هتلاقي تحس قد ايه ان هو هدية من عند ربنا، يعني انت هتحس قد ايه الشخص ده هدية من عند ربنا. فما تقلقش خالص، علشان التغيرات هتلاقيها قادمة، تغيير ورا تغيير، فرحة ورا فرحة، حلم ورا حلم، وكمان تبشرات باذن الله الفترة اللي جاية مع تغيرات ايجابية في راحة بال واستقرار. نشوف بقى رسالة ربنا ليك. بس عايزة اقول لك قبل ما اشوف رسالة ربنا ليك، ان انت تهدي اعصابك الفترة اللي جاية، علشان خاطر هتعرف ناس كتيرة جدا في حياتك كانت عاملالك وشوش ملائكة وخاب ظنك فيهم، فياريت تبقى عارف ايه اللي انت عايزه وايه اللي انت محتاجه. بسم الله ما شاء الله. طيب ابشر بقى. الامور اللي مضايقاك وخنقاك حاليا وبتعيط من كتر الخنقه والضيقه، ربك هيفعل ما يشاء عشان يفرحك قريب. بس انت قول يا رب، يا رب رساله ربنا تكون جات على حياتك، تحسنات وتبشرات، خير ورزق. بس اتمنى يا برج الجوزاء تهدي اعصابك الفتره اللي جايه.